فيا اخوتاه كفانا ان تنطلي علينا الخدع والاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين. كتاب الله بين ايدينا وسنة رسول الله بين ايدينا وبيانها من رسول الله واضح وعقائد السلف واضحة وقد هيأ الله لها فطبعت وانتشرت. فمثل هذه الكتب عندكم البخاري ومسلم وعندكم تفسير ابن جرير وعندكم تفسير ابن كثير وعندكم السنة لعبد الله بن أحمد وعندكم السنة لأحمد وعندكم تفسير التوحيد ابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة الآجري. هذه هي التي تمثل سبيل المؤمنين تمثيلا واضحا لا غبار عليه. فعلينا أن ندرس هذه الكتب حتى نعرف سبيل المؤمنين ويستبين لنا سبيل المجرمين. من هذه الكتب يستبين لنا سبيل المؤمنين ويفضح سبيل المجرمين. وما أكثر الطرق التي يمكن أن تدان بأنها على سبيل المجرمين.